يا بالي يوم شلون جوي موت. طبعا ما عليكم شعري، لا مش طلع شي، رايح للدوام. قبل 4 سنوات اشترى الشمسية اللي هي مظلة مال المطر، وذيك السنة ما مطرت خلاص، بعد ذكرنا بسيف. صار له 3 ايام يقول مشتري نظارات شمسية وشمس ماكو. ايش قال حظك حلو لعاد. اشكرك يا حاليا وهسه والان رايحين للدوام انا وسيف. طبعا احسن مكان عندي هنا انا بالدائرة، اجي اشرب شاي هنا شوية اضيع وقت، على اساس من كثرة الشغل يعني جاي اضيع وقت هنا، وانا كل شوي بس قاعدين. اللاعب دمباقي جديد الظرافي. السلام عليكم يا مشلوكم، شلون حالكم؟ ان شاء الله مرتاحين. هلا جاسم والمجد وهيا. طبعا هو لو العرس قصته خير، لو اليوم يعني يوم مبارك ما شاء الله. اول يوم في ناحيه يثرب، مو اليوم جيب بشار 29 10 29 28 28 10 اليوم 2021 امطار في ناحيه يثرب. رقصت الهامر لو ساقيت بني، يما الهوى يما المولي، بحلى رقصت الهامر لو ساقيت بني.
الشاي.
وفي مرة مرتين سندان بيسوني سكونه.